إطارات سياسية ونقابية وجمعوية وحركة تلاميذية وحركة المعطلين اللي ربوا الدعوة اللي تلقطها لجنة المتابعة الوطنية لندوة فاطر ومارس واللي دعموها الرفاق فصيل اليسار التقدمي واللي كذلك دعمتها الجماهير الطلابية مجموعة من المواقع الجامعية وإطارات كذلك. نحيي عاليا كافة الجماهير الطلابية والإطارات اللي تحملت مشقة السفر من أجل إعادة الاعتبار للنضال الطلابي الوطني من داخل المغرب ومن أجل إعادة الاعتبار للاتحاد الوطني لطلبة المغرب كمنظمة نقابية جماهيرية ديمقراطية تقدمية ومستقلة لكافة الجماهير الطلابية المغربية. نحيي كافة الإطارات كذلك اللي حضرات ودعمات هذه الوقفة الوطنية ضدا على السياسات الطبقية اللي كيجهل النظام المغربي وكذلك ضدا على قمع الحريات السياسية والنقابية من داخل الجامعة ومن أجل كذلك المطالبة بإطلاق رفاقنا الطلبة المعتقلين السياسيين من داخل السجون ورفع الحصار على الجامعات.